بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا بحضراتكم في لقاء الأربعاء 6 مايو 2020 من مهارات التواصل الفني 2. النهاردة بقى آخر محاضرة لحضرتك، جبت لك فيها امتحان تجريبي لتدريب حضرتك على أنواع أسئلة الامتحان وشكل الامتحان وطريقة صياغة الأسئلة بتبقى شكلها إيه، علشان ما يبقاش الامتحان مفاجئ بالنسبة لحضرتك. آدي شكل الامتحان قدام حضرتك، النموذج التدريبي لشكل الامتحان علشان تتمرن على طريقة الأسئلة وإزاي تجابه. حاول بقى إنك تمسك سؤال سؤال بعد ما إنك تكون قريت معانا المحاضرات اللي حضرتهم على الطبيعة وشفتهم مع حضرتك لما كنت موجود مع حضرتك، ثم بداية من المحاضرات اللي بديت نسجلوها على قناة المعهد. جبت لك لقطة الأخيرة بنختم بها مقررنا بعض الأسئلة التدريبية التمرينية لحضرتك علشان رهبة الامتحان تبقى من عندك مش موجودة اطلاقا. اقراها وحاول في كل سؤال انك تجاوب، وارجع مرة تانية ذاكر المقرر مرة تانية كمان، وحاول انك تجاوب الاسئلة دي مرة تانية، وارجع كمان مرة تانية ذاكرها، هتلاقي المادة واضحة بالنسبة لك. كده نبقى خلصنا المقرر بتاعنا، واتمنى لحضراتكم التوفيق من كل قلبي. انا سعدت بيكم في الترم ده، ونتمنى لكم التوفيق في حياتكم العلمية وحياتكم المهنية. وفي النهاية شكرا شكرا شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.